ما برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان حلقة متميزة بعنوان دور وسائل التواصل الاجتماعي في زمن الكوارث الطبيعية. وقد استضاف البرنامج الشاعرة فيلومين نصار، وقد ركز الحوار على ضرورة رجوع الناس إلى التوبة عن الخطيئة، وأن الله رحيم وعادل في كل ما تواجهه البشرية من مصائب وأزمات. فإلى هناك، تضامننا الإنساني معا هي رسالة كل الأديان، نتضامن مع الآخرين، نتضامن معهم إن كان بالصلاة، نتضامن معهم إن كان بالكلمة الطيبة، نتضامن معهم مادياً، نتضامن معهم معنوياً، قد ما بيقدر الإنسان يعطي مما يملك ويملك الكثير، لأنه ربنا بنعمه وعطاياه يعطينا الكثير. ففعلاً يعني لما منشوف هذه الحياة اللي عايشينها المتضررين، مضرري زلزال إن كان بسوريا وتركيا، يدمي القلب وبتشعر بالأسى والحزن. ومنيجي هون لسؤال السائل، هل الزلزال هذا من عمل الله؟ أنا بستغرب يعني اللي سأل، هل يعني باعتقادكم أنه الله هو الذي يعمل الشرور ويفتعل هذه الكوارث ويفتعل هذه الزلازل ويفتعل هذا الدمار والموت للإنسان البشرية؟ إحنا بنعرف أنه الله صالح ويعمل كل خير، ما بيطلع من الله غير كل خير، كيف يعني هذا الشر أنه من عمل الله؟ فلما بنسأل نعرف نسأل ونقول أنه عمل الله أو غير الله، فهو ليس بعمل من الله، الله سمح فيه ممكن، لكن شو السبب؟ السبب هو شر الإنسان. الإنسان يعمل الشرور ويقوم بالخطيئة، وهو من يفتعل هذا الشر وهذا الألم من أعماله، من تصرفاته، من الخطايا اللي بيقوم فيها. يا ما عم نسمع من الشرور اللي بتحيط حوالينا، الشذوذ والإلحاد وعدم الإيمان، بطلنا العالم تؤمن بالله. كل ما واحد يحكي إنه ربنا والله وكلام الله، يقولك فكك يا زلمة من هالحكي اللي ما بيجيب خبز، ما بيطعمي خبز. ممكن ربنا ما بيعطيك الرغيف بإيده، استغفر الله يعني، لكن لازم دايما نكون ممتنين لنعم الرب وعطايا كل يوم صباح. ولما نقول يا ناس، الإنسان المؤمن، الإنسان اللي بيعرف الله، الإنسان اللي بيقول لك أنا بعمل الصالح حسب تعليم الله، الإنسان هذا كيف يعني يجي تفكير فيه إنه لما بيشوف هاي المآسي يقول لك إنه هذا عمل الله؟ ليس بعمل الله، ولكن بالسماح منه. ربنا طبعا خلقنا عصورته ومثاله، خلقنا بشر، خلقنا أحرار، لأن الله حر فخلقنا أحرار، نحن حرين، والحرية تعطي الإرادة، والإرادة بتكون لها طريقين، إما خير وإما شر. في القوانين والتشريعات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والزلازل والكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث من صنع الإنسان، هناك ما يسمى بمدونة السلوك، الكود اوف كوندكت. المفروض انه جميع المنظمات التي تعمل بالإغاثة الإنسانية ان تحترم هذه المدونة السلوك. نعم. دخلت طبعا في البدايات في 1947 على ما اعتقد، كانت انشأت اول منظمة للإغاثة الإنسانية، وهي منظمة الصليب الأحمر، ثم تبعتها منظمة أطباء بلا حدود، ثم أطباء العالم، وانطلقت من بعدها المنظمات الإنسانية للإغاثة نتيجة إما كوارث طبيعية وإما كوارث من صنع الإنسان. نعم. والتزمت جميعها بالتشريعات والقوانين. الآن دخلت علينا وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. وهي كثيرة، الكل يعرفها. أصبحت هذه الوسيلة أو الوسائل هي عبارة عن أدوات لنقل المعلومة والخبر والتواصل بين الإنسان وأخيه الإنسان في أي بقعة في العالم. من المفروض على وسائل التواصل الاجتماعي مهما كان مصدرها، أولا الالتزام بالحيادية، ثانيا العمل الإنساني، ثالثا الإغاثة لمن هم بحاجة إلى هذه الإغاثة، ورابعا الابتعاد عن التشهير ومس الكرامة الإنسانية، سواء بأخذ هذه الفيديوهات
لأطفال يبكون، لوجوه ناس. يعني في تدريباتنا السابقة، في الدورات اللي كنا نعقدها والتي أنا أيضا حضرتها، الابتعاد كليا عن تصوير الوجوه، نعم، عن تصوير الإنسان فقط كأداة لجذب التمويل. نعم. هذا خطأ فظيع ترتكبه بعض المنظمات الإنسانية. حتى يحصلوا على تمويل أكثر يذهبون ويصورون الأشخاص الأطفال في مواقع وفي في مناظر مرفوضة. نعم. مرفوضة حفاظا على كرامة الإنسان. نعم. لكن هناك حقائق يجب على هذا الذي يعمل في العمل الإنساني أو على منصات التواصل الاجتماعي أن يكون أميناً. أمين. أميناً صادقاً على نقل المعلومة، على إيصال الخبر، على إعطاء الصورة التي تعكس الحاجة، الحاجة المعنوية النفسية، وليس اللعب على العواطف ولا على مشاعر الإنسان ولا على إهانته. نعم. الآن نحن في كارثة، هناك يجب أن يكون تنظيم ما بين العمل في المنظمات الإنسانية. هذه المنظمة متخصصة بالإغاثة، هذه المنظمة متخصصة بالإنقاذ، هذه متخصصة بالإعلام، هذه في الطب، هذه في إعادة الإعمار، هذه في الميديا. كل هذه الجهود يجب أن تجتمع وتتصل مع بعض، ليس فقط في الكوارث ولكن ما قبل الكارثة، لأن أثناء الكارثة يكون من الصعب جدا التواصل، الكل مشغول ونصبح في حالة من الفوضى الفكرية. نعم. يصبح العمل تدميري أكثر منه بناء. نحن بحاجة الآن بعد ما انتهى الزلزال، الآن ما هي الخطوة المطلوبة منا؟